ما تندمش على حب عشته حتى لو بقي ذكرى مؤلمة. فلو كانت الوردة نشفت ومفضلش منها إلا الشوك، ما تنساش إنها اديتك في يوم ريحة جميلة خلتك سعيد ومبسوط. ما تقفلش كل البيبان في وش اللي بتحبه، يمكن في يوم تتجمعوا من تاني. ولو كانت أيام جميلة راحت، مين عارف، يمكن أيام أحلى جاية. ولو جه الوقت واتجمعتوا، ما تبدأش بالعتاب، وحاول تفتكر آخر لحظة حب بينكم، وما تدورش على حاجات عدت وراحت. اللي راح راح، والمهم دلوقتي، لأن الوقت اللي هيجمعكم من تاني هيكون أحلى بكتير من أي ذكرى أو حاجة وحشة عدت عليكم. كان معاكم أكرم لويز من الإذاعة.